طيب يا اخي، عم سرك القصف على مدينه الرستان يا اخي؟ كثير يوميا. طيب فيك تكون اجت القصف منين؟ من ملوك ومن المشرفه ومن الكتيبه الهندسه. طيب اخي، نحن لك فصل شتاء والدنيا باب، شو جاهزين تروح هذا الفصل؟ والله الكراتين والقش والالبسه العتيقه والبلاستيك. طيب اخي، شو بتوجه كلمه لبشار الاسد؟ الله يخلصنا بخير وسلامه، هاي اهم شيء. طيب شو تتوقع انت من مؤتمر جنيف 2 اللي عم ينعقد هلا؟ ولش مع بشار الاسد. طيب شو توجه كلمه للمجتمع الاسلامي؟ شارته فاضي، ما في شيء خالص من الحكي. الله يعطيك العافيه.